السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نظرة أمل. الشباب هم سواعد هذه الأمة وأملها المنتظر، ولا يخفى علينا حال شبابنا اليوم، فإما شاب مغيب عن الواقع ليس له هوية أو هدف أو غاية، وإما شباب يحقق الإنجازات والبطولات والميداليات الذهبية. النهاردة بيشرفنا كابتن محمد الديب، لاعب منتخب مصر والعالم في رفع الاثقال. ازيك كابتن محمد؟ مرحبا ازيك يا استاذ، شرفتنا وبكره احلى. ده هيكون عنوان حلقتنا ان شاء الله. شرفتنا كابتن محمد. متى وكيف كانت اعاقه كابتن محمد الدين؟ والله اعاقتي تمت سنه 1999. كنت راجع من معهد الاحمدي. معهد الاحمدي؟ في الدراسه وراجع كاليوم العادي بتاع، فبركب القطار فقمت وقعت تحته، فحصل بتر للساقين، وبعدها بدات اللي انا اخد اتجاه الرياضه. وكان قبل الحادثه كان في، كنت بشترك في المعاهد الاذاريه، مسافر العاشر من رمضان، بلعب ضاحيه، بلعب العاب قوه، بلعب لياقه بدنيه، وبلعب فريق الكوره. كنت يعني رياضي، كل معظم الالعاب اللي كانت بتتاح لنا في الرياضه المعاهد كنت بشترك فيها. وكان معايا الاستاذ بتاع التربيه الرياضيه، كان مصاحبنا على طول، وكنت بسم الله ما شاء الله كويس معاه، وبنجيب له انجازات وترتيبات. بسم الله ما شاء الله، سبحان الله، يا ربنا سبحانه وتعالى بيقدر كل حاجه، يعني عشان تحقق طبعا بطل كبير جدا كده ما شاء الله. كابتن محمد، كلمنا بقى عن حضرتك، بقى تعريف حضرتك كده بسيط. والله انا محمد ممدوح علي الديب، من طنطا، من قريه متحبشه القبليه، مركز طنطا غربيه. شاب زي اي شاب عادي، بدات ابص للرياضه بعد الحادثه. قعدت فتره بتاع حوالي يجي سنه او سنه ونص ان انا ما مارستش رياضه، و يائس مثلا او قاعد زي اي واحد عادي. عرفت انت كنت قاعد 6 شهور في البيت بعد الاصابه؟ لا، على طول. اكتر من ست أكتر شهور, ست شهور. لان انا قعدت بتاع حوالي اكتر من سنه على ما بدات اعمل جهاز اللي انا اقدر اتحرك بيه وامشي. تمام. بدون العجله، لياقه بدنيه وكده؟ لا، جهاز اللي انا امشي بيه. تمشي بيه؟ امشي، اعرف اتحرك بيه. وقعدت اكتر من سنه على ما بدا اصحابي مثلا يوجهوني، يقولوا لي لما تلعب رياضه حاول تشترك هنا عندنا في البلد. الكابتن ايمن هو اللي ماسك مركز الشباب المعاقين وبتاع، وبدات اروح، فروحت له فقلت له انا عايز العب ايه، رفع اثقال. اختيار لعبه رفع اثقال كان معظم الناس وانا ماشي يقول لي انت بتلعب حديد، اقول لهم لا ما بلعبش حديد. ما شاء الله قوي يعني، ما شاء الله. وبتلعب حديد يا عم؟ ما بلعبش حديد. فخلوني اللي انا اتجه، يعني جسمي ما لعبتش حديد، وجسمي وقوامي لاعب بيلعب حديد، فده اللي خلاني اللي انا اروح اختار لعبه حديد او رفع اثقال اللعبه دي. وبدات اتجه ورحت له، فقلت له يا كابتن عايز العب واشترك في البطولات عندكم وبتاع. قال لا، انت تيجي تلعب هنا بس كده، يعني يعني كتغيير جو، تخرج من البيت تيجي تقعد معانا تلعب شويه، مش عارف ايه، حبه تنس حبه. بتاع، تمام. طايره بتاع. قلت له انا عايز العب رفع اثقال. قال لي لا، ما فيش هنا رفع اثقال. رفع اثقال انت عايز تلعب بطولات وتخش منتخب وكده؟ قلت له طبعا. قال لي لا، مش هنا، تلعب فين؟ في نادي، ده كان اول نادي التحقت فيه، كان اسمه نادي السلام بطنطا. نادي السلام بطنطا. بدات روحته واشتركت فيه، وبدات اتمرن، قعدت فيه حوالي بتاع 4 سنين. ما كانش في دكه مثلا المعاقين، ما فيش، مش عايزين يطلعونا بطولات، يعني دي من ضمن المشاكل بتاع. وانا مصمم ان انا لازم العب ولازم اجتهد عشان اقدر اوصل. قعدت فيه حوالي 4 سنين، حتى رحت في صاله خاصه على حسابي بقيت اتمرن فيها. وقبل ما اخد منهم السكنه كنت بكلمهم بقول لهم يا جماعه انا عايز اكمل معاكم، يعني انا عايز ارفع اسم محافظتي وابقى ابن النادي التاني، نكمل معاكم لغايه ما اوصل. قال والله مش هنقدر. قلت لهم اللي انا عايزه كله ان انتوا تدفع لي بس ايجار الصاله، يعني ادفع لي ايجار الصاله. انت كنت متحمل انك تقبض على الايجار بتاعت الصاله دي؟ الصاله ادفع لي وانا هتمرن معاكم، مش عايز منك اي مقابل، مفيش مشاكل. ما رفضهم، فبناء على خدت السجنه وبدات اشترك في انديه تانية لغايه ما بدات اوصل كده ما شاء الله. طبعا كابتن محمد ديب، وده هيكون عنوان حياتنا، اللي جاي احلى، اللي جاي احلى معاك. طبعا كابتن محمد ديب اتكرم الاسبوع اللي فات من رئاسه الجمهوريه مع مجموعه شباب ما شاء الله. طبعا استاذ حضرتك طبعا يعني كنت منور الشاشه طبعا في التلفزيون ما شاء الله في كذا حاجه، وجريده الاخبار نشرت طبعا لحضرتك حاجه صغيره عن التكريم ده. اللي جاي احلى معاك في ايه يا كابتن محمد؟ والله اللي جاي معانا احسن، بسم الله ما شاء الله كويس. عندنا بدا الاهتمام، بدا كويس، يعني انا عندي بادئ من عندنا، يعني في عندي كام لاعب كده بيتمرنهم، عامل صاله وبتمرنهم ومعاهم وماشي معاهم، بحيث ان انا بشيل لهم الصعوبات اللي انا قابلتها بسهلها لهم. انت بتحاول انت تزيل الصعوبات اللي هم عشان ما يتعرضوش لها التعب اللي انا تعبت فيها، اللي انت تعرضت لها فيه هم الفتره اللي فاتت. في الفتره اللي فاتت دي او من فتره لغايه قدرت اوصل، فبسهلها لهم. الجاي احسن ان شاء الله. عندنا في الاتحاد بسم الله ما شاء الله مجلس اداره كويس، هو شويه طلبات صغيره بس عايزين ايه
يبقى احسن. في حاجات كويسه كتير اتغيرت كتير، بدات اللعبه تنتشر، بقينا نتشهر، بقينا معروفين. زي كابتن بتاع عارف بتلعب ايه وشيلت كام عشان احنا وحذرت كنا وجبت ميداليه ايه، فدي ما كانتش موجوده الاول قبل كده خالص. يعني معظم زملائي اللي هم لعبوا اولمبياد قبل كده، يعني كانت اول دوره العاب اولمبيه العبها كانت دوره لندن، اللي كانوا لعبوا قبل كده حققت فيها ايه لندن؟ لندن خدت ميداليه ذهب، اللي تمام كانوا ما شاء لعبوا قبل الله. كده بكين واسينا وبرشلونه وسول، يعني قال لك من لندن في يعني في اعلام، في ضجه، في غير البطولات اللي غير كانت قبل الضجة كده. التانية كلها. ايوه، فهي دي انت حاسس ان الرياضة لسه مظلومة يا كابتن محمد؟ ما حققتش انجاز كبير زي بقية البطولات. احنا عندنا بسم الله ما شاء الله لعبتنا رفع اثقال يعني 99% ما شاء الله. الميداليات اللي بتيجي في البرة الأولمبية المعاقين بتبقى رفع أثقال. بسم الله ما شاء الله، فعلا صح. يعني احنا عندنا كنا 8 و7 15 لاعب ولاعيبة جايبين 11 ميدالية. احنا معانا طبعا لحظة التكريم، طبعا هنشوفها طبعا على الشاشة، كابتن أستاذ محمد هيجيبها لنا. دي الميدالية دورة دي لندن، كانت فين دي يا كابتن محمد؟ دي لندن، دي لندن، دي أول، دي لحظة التكريم، لا لا دي المحاولة الأخيرة، دي محاولة الذهب، دي محاولة الذهب. دي 249، 249 ما شاء دي الله. كانت هتبقى رقم عالم ورقم أولمبي. إيه ما شاء الله، يعني سبحان الله الواحد يعني في التمرين كنت عامل أحسن من كده كتير، بس بتلعب على قد الماتش وعلى قد ما أنت تقدر تاخد الميدالية وتكسب. إيه ده الكابتن ماهر عزت، كابتن ماهر عزت ده طبعا. كان معانا من سنة 2009 لغاية 2012، يعتبر كان بيراعينا نفسيا كويس ومأهلنا. لو مصاب يريحك خالص، مع العلم أقول له عاوز أتمرن يا كابتن، يقول لأ اسمع الكلام وريح يا كابتن هتمرن، يقول لأ ما تتمرنش. فكان بيبقى معانا، كان هو بيبقى شايف حاجات احنا مش شايفينها، وكل واحد عايز يتمرن. دي اللي ورانا الحكم عزام الأردن ده، بسم الله ما شاء الله أي ماتش بيحكمه لي باخد فيه ذهب على طول. حد جميل يا كابتن محمد. فأول ما بشوفه في التشيك الملابس على طول بعرف بتحس ان انت خلاص كده في تفاؤل. اه خلاص هاخد واحنا ذهب. يهمنا التفاؤل الامل طبعا اه في حلقتنا. ما شاء الله. دي 249 ركن، ما شاء الله، دي انت رقم حققت فيها. رقم عالم ورقم اولمبي. تمام. دي الرقم ده مسجل باسمي وخلاص كده، الميزان ده ميزان 100 خلاص، ما عادش ميزان 100 بقى، فيه اوزان تانية سجل سبعة. باسم حضرتك حد الان خلاص خلاص. بقى ما مش هيجي جنبه لان الميزان ده خلاص ما عادش خلص. بقى فيه انا عارف ان في 97، تغيير في الاوزان يا كابتن شعبان غيرنا ساعتها قال لي حصل تغيير كده حتى في تغيير الاتحاد الدولي بدأ يغير في الاتحاد الدولي الاوزان في الاوزان. عشان يبدأ يوسع للعيبة مثلا او كده، ويخلي العدد تبقى اكتر من المشتركين. ان شاء الله. كابتن محمد لو اتكلمنا بقى عن نقطة التحول في حياتك. نقطة التحول بتبدأ مثلا من وأنا كنت لسه لاعب، أول ما جبت ميدالية برونز في بطولة المحافظات في أسيوط، كانت دي أول ميدالية ليا كنت أعتز بيها، بدليل إن أنا خلاص بقى حطيت رجلي على السلم الطريق الصح وبدأت أكافح. يعني حسيت إن أنا كنت الصعوبات اللي أنا قابلتها قبل كده خلاص بدأت ماشي مظبوط، وبدأت قعدت سنة آخد برونز، سنة آخد فضة، سنة آخد ذهب لغاية 2007 دخلت المنتخب مصر 2007 وخرجت منه قبل دورة الألعاب اللي كانت هنا في مصر في 2007، وما كانش ليا الحظ إن أنا أسافر دورة الألعاب الأولمبية بكين 2008، ومن بعدها من 2008 دخلت المعسكر 2009 بعد أول تجمع ليه دخلت، ما خرجتش الحمد لله. ما شاء الله. كانت دي نقطة التحول اللي أنا أخش لما خرجت غيرت من حضرتك حاجات كتير جدا فيك. ثبتتني اللي أنا لازم لما أخش تاني ما ينفعش إن أنا أخش وأخرج تاني، خلاص احجز مكاني. وكنت بلعب مع كابتن متولي مطحنه، دي 5 اولمبيات 5 دورات اولمبيه، لاعب كبير وكله جايب 4 ذهب وواحده فضه واختتم الاخيره اللي هي الميداليه برونز. ما شاء الله. معانا اتصال تليفوني كابتن عبد الخالق. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم كابتن خالق؟ اتفضل معانا والله يا فندم، اتفضل. ازيك يا عبده؟ الله يسلمك خديجة، شرف تمام طبعا كابتن محمد ديب طبعا بطل العالم. الله يخليك. اتفضل يا فندم، اتفضل مع حضرتك معانا. ازيك يا ديب عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله يا عبد، الله يخليك. ازيك ابو كباك عامل ايه؟ منور. الله يخليك يا باشا، الله يبارك. عبد الخالق ده كان زميله في الغرفة على طول ومعايا، بس ما حصلوش حظ. ايه رأيك في كابتن محمد ديب يا كابتن عبد الخالق؟ يتأهل لدورة البرازيل. معانا؟ بقول لحضرتك ايه رايك في كابتن محمد الديب؟ بيقول كان ملازمك على طول في الغرفه بتاعتك. سلام والله.
مش وصلنا قوي بصراحه. بتقول يا فندم؟ الصوت بس استنى حضرتك بس وطي التلفزيون شويه بعد اذنك بس هتسمعنا كويس. بقول لك كابتن محمد الديب بيقول حضرتك كنت ملازمه على طول في البطولات وفي الغرفه بتاعته. هو الظاهر في مشكله في الشبكه. طب حضرتك سامعنا؟ طب انا عاوز اتصل بحضرتك طبعا. كابتن طبعا عبد الخالق ده زميل حضرتك. زميل اه كان معايا في الغرفه على طول من ساعه ما دخلت المعسكر وهو معايا على طول. ما شاء الله. وعلى طول كان في زميل ليا استاذ عادل عبد اللطيف بيقول لي دايما اسال اسال الكابتن لما يجي بقى هل هو زملكاوي ولا اهلاوي؟ انت جيت الحلقه اللي فاتت ما سالتش حد. اساله بقى. زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا اهلاوي طبعا. طبعا طبعا. مفيش شك. قلبا وقالبا يعني. كابتن كابتن محمد لو احنا اتكلمنا طبعا يعني عايزين نقول لحضرتك الاعباء اللي بيتعرض ليها اللاعبين، في طبعا لاعبين كتير جدا بيتعرضوا لاعباء في اللعبه. اهلا بيكم ورجعنا لكم تاني وبيشرفنا الكابتن محمد دي بطل مصر والعالم من رفع الاثقال. كابتن محمد بقى لو كلمنا عن بطولات حضرتك الاولمبيه والدوليه. والله كانت اول بطوله دوليه كانت ليا كانت 2009 زي ما قلت حضرتك بعد ما رجعوا من بكين، كانت بطوله المغرب حصلت على المركز الاول عملت 217 ونص. بطوله كانت تاني بطوله كانت بطوله فزاعه. بطوله فزاعه دوليه بدبي عملت 227 ونص في ميزان 82. مركز ثاني عملت نفس السنه كانت 2010 بطوله العالم بماليزيا عملت 225 مركز ثاني بردك. ثاني كنت بلعب مع الكابتن متولي بطوله الفزاع 2011 معانا طبعا صوره هنشوفها على الشاشه. اتفضل. بطوله دي ميداليه بتاعه لندن 2012 دي ذهبيه. دي ذهبيه من احلى الميداليات واعز ميداليه. انت بتعتز بيها على الفيس انا شايفها ان هي حاطه البروفايل بتاع حضرتك كله. ما تيجي ريو دي جانيرو بقى يبقوا الاثنين جنب بعض ان شاء الله. ما شاء الله يا رب ان شاء الله. التاني ميداليا كانت بطوله فزاعه 2011 كانت فضه برضك. ده كان الثلاث ميداليات الفضه دولت في ميزان 82 وواحده ذهب في ال 82 وبعد كده بدات اغير ميزان لعبت في ميزان ال 100 عشان في الاولمبياد هو واحد بس اللي بيشترك في كل ميزان. واحد فقط بس. عندنا القانون الدولي لازم لاعب في كل ميزان وت 10 اوزان بتختار بتطلع اثنين لعيبه. فمش هينفع تروح تشترك اصلا باثنين في ميزان وانت عندك في اثنين لعيبه اصلا مش هتشترك فيهم. فبناء عليه كان الاتحاد الدولي باعت لكل لاعب في ميزان فانا كنت بلعب مع الكابتن متولي يا انا هو فبسال واحد من زمايلي مع الكابتن متولي اه بقول له لو انا كسبت الكابتن متولي مين اللي هيسافر الاولمبياد؟ قال لي هو طبعا مش انت. بقول له ليه؟ انا الكسبان. فانا الكسبان حتى برضه هو اللي هيطلع. بقول له انا الكسبان يا ابني. قال لي لا هو اللي هيسافر برضه. فمن بناء عليه من وجهه النظر ديت وبدات استشير اصحابي وبتاع وعرض عليا الجهاز الفني اللي انا اطلع من ميزان ال 100 واستخرت والحمد لله ربنا وفقني. خاطر ربنا سبحانه وتعالى قعدت 15 يوم او اي حاجه قبل ما بعملها بستخير وبعدين قرب من ربنا اتوكل على الله وربنا لو في الخير بيقسمه لي في شر بيبعده عني ان شاء الله. مظبوط. وبناء عليه بدات اطلع في ميزان ال 100 وبدات اتاهل بقى وبقيت اعمل ارقام تاني وبسم الله ما شاء الله لعبت في اول بطوله عملت 241 في بطوله خرفكان الدولية عملت ميدالية ذهب، تاني ماتش على طول في ميزان ال 100 عملت 248 رقم عالمي، تالت ماتش كان في ميزان ال 100 كان لندن، هي الدورة الأولمبية لعبت فيها عملت 2012 عملت 249 ما شاء الله لعبت فيه بردك يجي تلات بطولات خدت فيهم ده، لغاية ما جه بعد لندن عملوا قرار اللي أنت خلاص هيبقى فيه 97 107 أوفر 107 دول يعتبر أعلى تلات أوزان، اخترت أنا ميزان 97 لأن كان وزن جسمي 90 كيلو 88 في الرينج ده ما كانش تقيل او ما كنتش بوزن 100 تمام فاخترت ميزان 97 وبدات العب فيه وعملت فيه رقم عالم 240 بطوله فزاع تاني ماتش تاني سنه 2014 عملت ميداليه فضه دي يعتبر ماتش من نسيان ان شاء الله. دي فين؟ مع الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن. مع الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن كان في مطار دبي 2012 قبل بطوله فزاع كان ده اخر ماتش لنا في التاهيلات في الدوره دي كان معايا عبد الخالق بردك كابتن حسام وكابتن ابراهيم من الشخصيات المحترمه والواحد بيعتز بهم كرياضه بسم الله ما شاء الله مع انك اهلاوي ما هم اهلاويين ايوه طبعا
عندهم الروح اللي ما بيتنزموش، ما بيحبش يخسر. الحمد لله يعني تديك الواحد دافع دافع ما شاء الله عليهم يعني، يعني اللي بيكسبك مش احسن منك طبعا. او كده تبدا تحسن من نفسك، تشوف انت بتعمل ايه، اخطاء اللي انت عملتها. مفيش بني ادم كامل، تبدا تقلل من اخطائك عشان تبدا تراكم من نفسك. فدي كان يعني مثلا اللي احنا معتز بيه في الرياضه، او واخده كمثل في الرياضه، قاعد يلعب كام سنه. جميل ان يكون مثلا مثل قدامك بيحقق حاجات كبيره في حياتك وانت تحتذي بيه. لا الكابتن حسام بسم الله ما شاء الله، يعني كان يلعب كوره وعنده كام سنه، مع العلم اللي بيوصل 32 سنه 33 سنه تبص يبطل. هو لعب لغايه 38 سنه، عندك الحضري دلوقتي عنده 43 سنه بيلعب في حراسه المرمى. طب هنقول مثلا حارس المرمى ما عندوش اللي هو الجري قوي او بيجري تمام. نفسي نفس اللاعب، بس اللي عايز يكون رشيق ويقدر يطير بسرعه ويبقى رد الفعل. فمن دول من الامثال اللي هم يعني الواحد يحتذى بهم، اللي هم بيقدروا يلعبوا رياضه. حتى لو انت ما بتلعبش رياضه لبطولات، المفروض تلعب رياضه لنفسك على طول. طول بسرعه دي كابتن بقى دي كابتن وليد صلاح الدين وليد صلاح الدين 2011 راجعين من دبي برضك، كان في دبي برضه. كنا ده كان في دبي برضه. الكابتن متولي المطحنه اهوت اللي ورايا اللي لابس فانيله حمراء ده. في صوره كابتن عبد الخالق معاك ولا ايه؟ احنا عايزين ما معايا في الاوضه، هيبقى في الاوضه وفي الصور. الصور كمان كفايه كده، واخد بالك كابتن عبد الخالق. فهو معايا في الاوضه كده. ده الكابتن متولي المطحنه في الماتش ده، كنت دي اخر ماتش لعبت معاه في ال 82. 82 فبقول له يا كابتن متولي عايز اخش في المحاوله الثالثه بقى 27. قال لي يا دي انت عايز تكسبني ولا ايه؟ قلت له يعني يا كابتن متولي. كده كابتن هاني محسن برضك، وكابتن طه. هاني محسن جايب ميداليه ذهب في دوره لندن، كابتن طه جايب برونز في ميداليه لندن. احنا لو اتكلمنا بقى كابتن محمد عن اهم نقطه في حياتك، الاسره. اتكلمنا عن الاسره ودور الاسره في تكوين بطل. والله مش معانا ما تروح. لا ما فيش مخانقه ان شاء الله. هو في الاسره في البيت عندنا كريف، والد والدتي ما عندهمش ثقافه اللي انت اللي انت تلعب رياضه. تمام. فهم كانوا من وانا بلعب في المعاهد الازهريه برضك. دي صوره برضو دي في ماليزيا. جابها ماليزيا دي. محمد دي في ماليزيا. دي ماليزيا 2010 بطوله العالم. كان عندهم اللي انت مش تلعب رياضه. او ما شافوش حد بيلعب رياضه، يعني اقول لهم اللاعب فلان بياخد كذا وبياخد مرتب شهري كذا وبينباع بكذا وبتاع، تقول لك لا مش مصدقين يا جماعه ده بيحصل. فهم مش مصدقين. فالمهم رياضتي انا اصلا ومتابع وبقرا جرايد، فمستوايا الفكر او العلمي كان يعني احسن منهم، وانا حاسس ان مستقبلي هيبقى في الرياضه من وانا سوي. ما شاء الله. كده لغايه ما ربنا كرم الحادثه وكده، وبدات اتوكل على الله وبدات امارس رياضه وبتاع. زوجتي بسم الله ما شاء الله، اسري بسم الله ما شاء الله. زوجتي هي كانت من ذوي الاعاقات برضك، من ذوي الاعاقه، وكانت بتلعب رياضه بس بطلت. كانت طوال عندها الحافز اللي انا لازم اكمل. ازيك يا كابتن؟ احنا معانا طبعا استاذ عبد الرحمن صديق الكابتن طبعا ديب. ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ ازيك يا فندم؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن عبد الرحمن؟ الحمد لله يا عبد الرحمن درغام، مع حضرتك صديقي الكابتن محمد زميلي في الشغل الشيخ عبد الرحمن. اتشرفنا بيك يا عبد الرحمن. الله يخليك يا كابتن، ربنا يوفقك ودايما تكون في تقدم ان شاء الله المرحله اللي جايه. امين يا رب، الله يخليك. والحقيقه الكابتن محمد من الناس المخلصين اللي انا اتعرفت عليهم عن طريق شركه اديس، وهو من الناس دايما اللي بيدينا طموحات وبيوجهنا، وانا بدعيك دايما ان ربنا يوفقه الفتره اللي جايه هي والكباتن اللي معاه. وربنا على طول شهر 8 ان شاء الله وافضل في الاعوام اللي جايه دي بكتير، وربنا يوفقك دايما يا كابتن باذن الله. ان شاء الله يا عبد الله يخليك. ربنا يكرمك. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك، وشكرا شكرا شكرا على البرنامج الجميل بجد، احنا شايفين حاجه رائعه. ربنا يخليك. كمان الصحه والجمال، كمان الصحه والجمال من القنوات اللي دايما الواحد بيشاهدها ويتابعها. و احنا بنحاول بس في نظرة امل نجيب كده يعني ابطال عالميين كده يشرفونا ويدوا مثل للشباب، حتى شباب الاسوياء، ان هم في ما شاء الله عندنا ابطال بس بيحققوا حاجات كتير جدا وانجازات لمستقبلهم كتير ما شاء الله. الحمد لله، والله الحمد لله. وهم الكابتن عبد الخالق والكابتن طه والكابتن محمد السيد. شكرا يا فندم، احنا بنشكر حضرتك بقى ان شاء الله كده يكون معانا دايما باذن الله يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله. عشان وقت البرنامج بقى كابتن، كلمه اخيره لحضرتك الزوجة طبعا الاول، عشان انت كنت بتتكلم عن الزوجة وانهي على طول عشان وقت البرنامج. فهي كانت طوالي من يعني جيت في اوقات اللي انا خلاص يعني في بطولة العالم 2010 خرجت بمعسكر ومشيت، وقالت لا لازم ترجع وبتاع.
رجعت لغايه دوره لندن برضك، يعني المعسكرات بتبقى طويله، فالواحد بيبدا خلاص يجي قبل البطوله وخلاص عايز تزهق وبتاع، فهي كانت طوالي لازم تكمل، امال هتوصل لهدفك ازاي؟ فانت لو ماشي سهل ما انتش هتوصل، مش هتبقى من السرايه، لازم تلاقي معاناه وفي صعب عشان لما توصل لهدفك تحس ان انت وصلت بيه كده. توصل لهدف. احنا طبعا ان شاء الله يا كابتن دايما نقول تحقيق الهدف والامال والافق بيبدا بخطوه بسيطه. يعني طبعا يا كابتن احنا وقت البرنامج معاك ما شاء الله بيعدي بسرعه، وعايزين نقول طبعا كل كلمه طبعا بنقولها في نظره امل، الاعاقه عمرها ما كانت نهايه العالم، الاعاقه افاقه. طبعا كان بيشرفنا كابتن محمد دي بطل العالم لرفع الاثقال في حلقتنا، وان شاء الله اكون معاكم دايما باذن الله في نظره امل. شكرا ليكم، واللقاء كان معاكم شريف حسن. شكرا ليكم، شكرا كابتن محمد، شرفتنا.